هاي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب يمكن يكون حلو وتكونوا في احسن حال، هتقولي بنفس الوضعية وبنفس كل حاجة عشان صورت فيديوين في يوم واحد، علشان عندي امتحان اللي هو الحد، اللي هو الفيديو ده ينزل لكم فيه اللي هو النهارده يوم الحد. المهم زي ما قلتوا في العنوان، الفيديو بقى بتاع النهارده عن كل انواع الشاور جل اللي انا جربتها. هنا في كل الانواع الحرفية اللي انا جربتها، الحلو الوحش واللي بيرطب قوي واللي مش بيرطب قوي، اللي ريحته بتفضل ثابته اللي ريحته مش بتفضل ثابته، وكل الانواع دي كلها مصريه حرفيا، كل حاجه فيها مصريه، مفيش اي حاجه من المقاطعه، عشان احنا دلوقتي بقينا في جو المقاطعه، فاحنا مالناش دعوه باي حاجه مقاطعه، ونركز على الحاجات المصريه. بجد الواحد مبهور بالكواليتي بتاعه المنتجات المصريه. فخلينا نبتدي الفيديو من غير كتير. قبل ما نبتدي الفيديو، ما تنسيش تعملي شير للقناه عشان نوصل 10000 فقره وقت، وما تنسوش تعملوا لايكات وكومنتات كتير عشان بيديني حماس ان انا اصور. وخلينا نبتدي الفيديو. فخلينا بقى نبتدي كده بأول حاجة بدأت بيها وأنا كنت بعشقه وما زلت بعشقه، وهو بتاع الشاور جيل مود، اللي هو ده شكله يا بنات. بصوا، من أحلى أنواع الشاور جيل اللي أنا جربتها بالنسبة لي. أنا مخلصة منه كذا علبة، ومخلصة منهم الهاند ووش بتاعهم، حلو قوي قوي قوي، مش بينشفوا الجسم خالص خالص خالص، ودي أحلى حاجة بتعجبني، إن الشاور جيل ما يكونش بينشف الجسم ويكون بيرطبه كده، او على الاقل ما يسيبوش جاف، المهم يكون سايب كده نسبة ترطيب حتى لو 1%، بس المهم جسمي ما ينشفش خالص بعد الشاور جيل. بالنسبة لي الشاور جيل ده ريحته بالذات اللي هو ده، ريحته منعشة بطريقة كده مش طبيعية. طبعا في منه روايح كتير وانواع كتير جدا، فهاتي الريحة اللي تعجبك. بس ده كنت جايباه اخر مرة حوالي ب50 جنيه، فبالنسبة لي حلو قوي قوي قوي، فده كده اول واحد معانا وياخد 10 من 10. بس عايزه اقول لكم، ترطيبه للجسم مش اعلى حاجه، يعني مش بيسيب جسمي مترطب بالكذا ساعه، هو اخره نص ساعه ساعه وفركش على كده الترطيب. اللي بعد كده الشاور جيل بتاع فريده، زي ما انتم شايفين يعني ناقص منه حبه. انا اصلا يعني عارفين كل ما بجيب شاور جيل جديد بركن اللي انا كنت بستخدمه وبستخدم الجديد وهكذا، فتلاقوا كل الشاور جيل ناقص منها حته 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 حته. بجد ماي فيفورت فعلا بتاع فريده، بجد انا اكتشفت ان حاجات فريده خطيره، المعطر بتاع اللبس والمعطر بتاع الجو والمعطر بتاع الارضيات، بصوا تحفه. فريده من الحاجات اللي هي حرفيا خطيره، وده تقريبا كنت جايباه ب 60 او 70 جنيه او ب 50 كمان، هو كان بيلعب في الرينج ده تقريبا، كان عليه عرض، والحجم اللي معايا 650 مللي، ومكتوب عليها مون لايت، ريحه المون لايت ريحته تحفه تحفه تحفه، تحس ان انتوا حاطين برفيوم كده فخمه، ريحته كده خطيره. وده شكله عشان اللي عايز ياخده سكرين شوت، بصوا ده شكله، حجمه كبير جدا، وفي تقريبا الحجم الاكبر، الاكبر من اللي هو تقريبا الالف بقى، وفي الحجم الاصغر تقريبا، مش عارفه الاصغر حجمه قد ايه، بس انا كنت جايبه الحجم الوسط 650 مللي. والريحه دي تقريبا يعتبر اكتر ريحه عجبتني في فريده، شميت كل الروايح ما عجبتنيش غير الريحه دي، تحفه تحفه تحفه، حسيتها ليا كانك كده حاطه برفيوم فخمه، فانا بالنسبه لي عجبتني جدا. عايزه اقول لكم بقى ان هو بيحتوي على جوز الهند والارجان، فهو بيرطب الجسم لمدة حوالي 2 لـ3 ساعات، وشكرا على كده. ريحته مش بتفضل ثابته قوي زي الانواع التانية اللي انا هقول لكم عليها، بس الى حد ما هو كويس ويستاهل كل جنيه يدفع فيها، فده بالنسبه لي ماي فيفورت، وده برده ما اقدرش استغنى عنه. اللي بعد كده وده اللي انا خلاص صدعت دماغكم بيه، وهو الشاور جيل بتاع كيران دبوت، ده يعتبر ارخص واحد فيهم، هو ب 20 جنيه. ده احلى شاور جيل ممكن تجربوه في حياتكم، في انواع منه كتير جدا، لحد دلوقتي لسه ما جربتش منهم الهاند ووش بتاعهم. لو فكرت ان انا اجيب الهاند ووش بتاعهم هجيبه واقول لكم طبعا رايي فيه، بس انا جربت الشاور جيل بتاعهم، هو بجد خطير، هو مش بيرطب الجسم اللي هو قوي، ولكن بيسيبه البشره كده كويسه، مش بينشفها، اللي هو مش بعد مثلا ما بتنشفي جسمك منه تلاقي جسمك جاف، لا بالعكس، هو بيبقى سايب الجسم كده مترطب، في نسبه ترطيب قليله جدا، وريحته حلوه بتفضل ثابته برده حبه قليلين وبعدين بتروح، بس بيغسل الجسم حلو جدا وبينضفه حلو قوي، وده يعتبر ارخص واحد انا جبته، ويعتبر من الحاجات حلوه قوي. يعني انت لو في سن المراهقه او من الناس اللي بتحب تجرب انواع شاور جيل ده، انت ممكن تجيبي كل انواع الشاور جيل بتاع كيران دمور وتجربي كل الروائح بتاعتهم، بجد هو خطير، وبسعره ب 20 جنيه، فدي حاجه كويسه جدا. حاليا في الزمن اللي احنا بقينا فيه ده مبقاش في حاجه اصلا ب 20 جنيه، فانا ده بالنسبه لي ماي فيفورت فعلا، وجربت منه التوت والبطيخ وده باللافندر، وعجبني اكتر اكتر اللافندر. اللي بعد كده وهو الشاور جيل ده من اللاين بتاع سينس من ايفون، اللي هو ده شكله، بصوا
خطير خطير خطير. إيه هو ده؟ ريحة فل ومعاه حاجة تانية بس أنا مش عارفة أوصف الريحة التانية، بس ده بالنسبة لي تحفة تحفة تحفة. يا سلام بقى لو حطيتي منه كام نقطة في البانيو وانتي مالية، هيعمل بابلز كتير قوي كده، وبجد من الحاجات اللي هي خطيرة. وعايزة أقول لكم إيفون مش مقاطعة، إيفون كوري وبولندي، كوري وبولندي مش مقاطعة. فبجد ده حلو لأي عروسة. لو انتي بتجهزي هاتي الشاور جيل ده، وحرفيا مش هتندمي. الشاور جيل من ايفون عامة بصوا تهبل وتجنن، وريحتها بتبقى خطيرة، وكل الانواع عندهم اصلا خطيرة. فده انا عجبني جدا جدا جدا، وده شكله بصوا تحفة تحفة تحفة. اللي بعد كده وده برضو من ايفون، برضو بنفس اللاين سينس، بس ده ريحة فل صافي، يعني هو ما فيهوش اي روايح تانية، هو ريحته فل فل حرفيا. فهو انا بعشق بعشق ريحة الفل قوي بجد، انا بحبهم بطريقة كده مش طبيعية. فده بالنسبة لي ماي فيفورت. بصوا ده شكله، هرجع لورا عشان اللي عايز ياخده سكرين شوت، اللي هو ده بجد هاتوه مش هتندموا حرفيا. لو انت عروسة هاتيه ومش هتندمي، ده ريحته بتفضل ثابتة 5 ساعات في الجسم، فانا ده بحبه حب كده مش طبيعي. الشاور جيل ده برضو من الانواع اللي بتنظف الجسم حلو قوي، وبترطبه بطريقه كده مش طبيعيه، يعني ترطيبه للجسم اعلى من الحاجات اللي فاتت اللي انا قلت لكم عليها. هو بجد رهيب في ترطيب الجسم، وريحته بتفضل ثابته. بعد كده والشاور جيل برضو من ايفون، وهو ده تحفه. انا مجربه اصلا، انتوا عارفين ان انا لسه عايزه اقول لكم ده لسه ما جربتوش، بس انا مجربه من الباكج دي الانواع التانيه او الروائح التانيه. بس انا عايزه اقول لكم ده خطير، ريحته بالذات ده خطير، ريحته فانيليا. اللي بيحب الفانيليا هيحب الريحه دي قوي. ده شكله ومن نفس اللاين اسمه سينس. عايزه اقول لكم الفرق ما بينهم، ده وده هم نفس اللاين سينس، ولكن الثبات بيفرق. ده بيثبت اكتر، ممكن يقعد 7 ساعات ريحته ثابته في جسمك. انا بتكلم بامانه وحرفيا ريحته بتفضل ثابته، لكن ده بحسها بتطير. فانا بالنسبه لي انا بحب ده اكتر من ده. هو طبعا ده حلو بس ده الاحلى، عارفين لما يكون في حاجه حلوه بس في منها الاحلى، هو ده كده بالظبط. ده حلو بس ده الأحلى. اللي بعد كده دول انا دول اتكلمت عنهم، بس انا عايزه اقول لكم انا جربتهم، اللي انا املى البانيو واحط فيهم كام نقطه، احط حطيت غطا وغطا، حبيت اعمل ميكس كده اشوف الريحه اللي هتطلع. صح كانت الريحه حلوه قوي. حطيت ما بينهم، انت بتاخدي بالظبط هو غطا غطا، هو غطا عشان البانيو كبير. لكن طبعا لو هتغسلي بيه جسمك وكده بتاخدي اقل من الغطا، لو حبيتي بتاخدي فسفوسه كده، لان هما بيرغوا اشارات الجل بتاع ايفون بترغي كده بطريقه خزعبليه شويه، هي بترغي باوفر شويه، بس دي حاجه كويسه جدا. فدول بالنسبه لي ماي فيفورت، فعلا بيعملوا بابلز بطريقه كده مش طبيعيه، وحجمهم حلو. بصوا حجمهم عامل ازاي، يعني انت تقدري تسافري بيهم وتاخديهم معاكي في اي حته. حجمهم حلو قوي وريحتهم اصلا رهيبه 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 يا بنات، ريحتهم حلوه جدا. وده شكلهم، بصوا ده اول واحد اهو، بصوا شكله عامل ازاي، بينك كده. هو تقريبا مفيش غير هما النوعين دول، والشكل التاني اللي هو ده. بصوا انا عمري ما هندم ان انا جبت الشاور جيل دول من ايفون، بجد ريحتهم تحفه وشكلهم كيوت بجد. انت لو حطيتيهم ديكور هيديه شكل حلو جدا للمكان، لو حطيتيهم بجد في الحمام بجد شكلهم تحفه. لو انت عروسه هاتيهم، لان هم بجد شكلهم كيوت خالص وبالنسبه لي حلوين جدا. اخر نوعين معانا، وهما النوعين دول بتوع ماي واي. طبعا انتوا عارفين ان انا جربت بتوع ماي واي تحفه، لا بجد هما حلوين قوي قوي قوي. لو انت معكيش الميزانيه تجيبي حاجات من ايفون، ممكن تجيبي دول من ماي واي، لان هما بجد تحفه. اول حاجه النوع ده وايت، مكتوب عليه النوع اللي هو وايت، وده ميستري، عرفت الاسم، اسمه ميستري، بنفس المكونات مع بعض، اللي هو دول بيحتوي على الكوكونات والارجان اويل. كوكونات ارجان اويل وارجان اويل، الاثنين نفس المكونات بتاعتهم، ولكن كل واحد بريحه مختلفه، كل واحد بريحه مختلفه. يعني ده انا عجبتني ريحته اكتر، ريحته جوز هند صافي، ولكن ده ريحته مفحفحه اكتر، تحس ريحته شجري قوي، تحس ان هو محطوط عليه روايح كتير جدا، فمخليها ريحتها الشجري كده شويه. بس بالنسبه لي انا عاجبني الكواليتي بصراحه بتاعت الباكج، حلوه جدا كواليتي المنتج نفسه جوه، حلو قوي بيرغي نقطه، انا حرفيا خدت منهم نقطه نقطه حرفيا. لما بجيب شاور جيل جديد بحب اخد منه نقطه، بشوفه هو هيرغي قوي ولا هيرغي نص نص ولا مش هيرغي اصلا، عشان في قبل كده انواع شاور جيل انا جبتها حرفيا كنت بحط النقطه ما بترغيش خالص، فكنت لازم اكب منها علشان الاقي فيه رغوه وان احس ان انا جسمي نضف. دول بينضفوا الجسم حلو جدا وبيسيبهم مترطبين، زي ما بقول لكم هو بيحتوي على الكوكونات والارجان اويل، فدي حاجه كويسه جدا. والواحد قد ايه بجد مبهور ان ماي واي بتطلع منتجات حلوه دي، يعني بجد بعد الاحداث والمقاطعه في منتجات طلعت حلوه جدا جدا جدا، وخاصه من ماي واي. انا عايزه اقول لكم انا ماي واي دي انا بعشقها،
في حوار الغسولات بتاعة الجسم، وكمان المنظفات بتاعتهم رهيبة رهيبة حرفيا. انا بعشق حاجة اسمها منظفات، يعني مثلا انا لو دخلت هايبر وكده بدخل على سيكشن منظفات، مش عارفة في حد زي ولا لأ، بس انا حرفيا بعشق قسم المنظفات. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب تكونوا اتبسطتوا وتكونوا استفدتوا. لو عندكم اي سؤال اكتبوه تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.